إقامة شبكة عربية لتقنية المعلومات والاتصالات شيء مهم جدا، لكن هل يعني ربما تسهل أو من المؤكد أنها ستسهل الاتصال بين الدول العربية، لكن ألا تعتقد بأنها بسبب اللغة أيضا، لأنه الإنترنت لغة إنجليزية بالأساس ومعظم التعاملات العالمية باللغة الإنجليزية، ألا تشكل عائق؟ أيضا هذا سؤال في وقته، لأنه غدا سيسافر إلى القاهرة ممثل مؤسستنا ونحن ممثلين عن المنطقة العربية على اللجنة الدولية لتعدد اللغات، اسمها MINC Multilingual Internet Name Consortium. هذه اللجنة معنية بإدخال اللغات الأخرى كلغات للتخاطب من خلال الإنترنت، وهنالك فريق عمل كما تذكر تأسس في الأردن بضيافتنا، كنت أنا قد استضفته وترأست اجتماعه التأسيسي لإقامة ائتلاف عربي لإدخال اللغة العربية ونجحنا في ذلك. تحريب الإنترنت اللي هو إذا أردت، هي أخاف أن أستعمل كلمة تحريب ليظن أننا نريد أن تترجم ما على الإنترنت للغة العربية، أنا أريد أن تكون اللغة العربية إحدى لغات التخاطب بالإنترنت مثل ما بتخاطب أنا وياك، لأنه حاليا التخاطب يتم فقط باستعمال الأحرف الإنجليزية أو ما يسمى الأمريكان، حتى الإنترنت بيسموها أحرف أمريكية اسمها American Standard Code ASCII. هذه الأحرف هي الأحرف الوحيدة التي تترجم لها أرقام الكمبيوتر، كل كمبيوتر له رقم، الرقم يترجم إلى أحرف اللي هي اسمك على الموقع. نحن الآن اللي نعمل عليه هو من خلال شيء جديد اسمه اليونيكود، أن تترجم أرقام الإنترنت إلى أكثر من لغة، تصير تطلع الاسم بالعربي وبالصيني وبالكوري وبالياباني في نفس الوقت بأي كما تريد. أنت ترك تدخل على الإنترنت، فالآن أنت أي رسالة عربية بتبعتها كمرفق، نعم، بتوجه الاسم بالإنجليزي وتطبعه بالإنجليزي وبتبعت له محتوى. صحيح. نريد أنه تكتب بالإنجليزي، تدخل على الاسم بالإنجليزي، تستلم بالعربي، عفوا سامحني، أنك تكتب اسم اللي موجه له الخطاب بالعربي. الموقع بالعربي، ويطلع لك الموقع تبعه بالعربي، تراسله بالعربي، تحكي معه بالعربي ويجاوبك بالعربي وليس كمرفق. هل هذا يشكل جزء أو جزء من الحزمة اللي راح تناقش بكرة مثلا؟ هذا النشاط نشاط يخص يعني إحنا فيه أيضا، ولكنه هو نشاط جانبي. إحنا اهتمامنا في هذا غدا يتركز على شيئين رئيسيين، أولا بناء القدرات لاستعمال تقنية المعلومات، وثانيا بناء البنية التحتية اللازمة، لأن الموضوع مقسوم قسمين بشكل عام، أن يكون لدى الدول خطة استراتيجية لبناء بنيتها التحتية التي تسهل هذا الموضوع في كل الدول. وراح ناخذها دولة دولة مثل ما نعمل. احنا اول يوم سيكون اجتماعنا هو للشبكة الاتصال العربية، ثاني يوم راح يكون مخصص للأردن اللي هو خطة اسمها جوردن استراتيجي ميتينج عن تقنية المعلومات، وسنعمل هذا الاجتماع. من سيقدم لكم الخطة؟ هل وزارة الاتصالات ام القطاع الخاص ام فريق كل ما مشترك؟ يسميه اصحاب المصلحة، في تعبير بالأمم المتحدة ستيك هولدرز، اي اصحاب المصلحة. اصحاب المصلحة هم كل الفئات، اصحاب المصلحة هي الحكومة، اصحاب المصلحة الشركات الفنية صاحبة التقنية، الغرف التجارة والجهات المستعملة، الجامعات مثلا، الجامعات والمتعلمة. على فكرة الجامعات انا اريد ان اشيد من هنا بمبادرة وقيادة حكومة الاردن من خلال معالي وزير التربية خالد طوقان. معالي الوزير كان أول من بادر وسبق في أن تعاقد معنا لمشروع تدريب المعلمين لتقنية المعلومات، وقد تعاقدنا فعلا لتدريب هذا مشروع مشترك نقيمه نحن مع جامعة كامبريدج البريطانية، اسمه تقنية المهارات تقنية المعلومات،
ومن خلال مركز أبو غزالة كامبريدج، لندرب 60,000 أستاذ لتدريب كافة المواطنين، لأنه بالنهاية كل أردني يجب أن يكون إنسان معلوماتي. ما بينفع، ليس فقط اللي بده يشتغل في المصنع. أذكر قبل سنتين التقينا وتحدثت وحذرت من مخاوف كثيرة. نعم. من أمية الإنترنت. ما في شك. الآن كيف ترصد؟ الآن أنا أقول لك هنالك قدر من التفاؤل لا حدود له، لأن مثلا هذه المبادرة كنت تحكي بنوع من المعاناة. لأنه ما كانش شيء عم يحصل، الآن عم تحصل أشياء كثيرة. وأنا أعطيتك مثال من ما تقوم فيه دولة الأردن والدول العربية الأخرى، وأنا متابعها. مصر فيها مبادرات كبيرة جدا ورائدة، وراح تشارك بثقل وبوفد هام في اجتماعنا غدا، ومصر لها دورها القيادي. دولة الإمارات العربية، دولة الإمارات العربية هي من الدول المتقدمة جدا في هذا المجال، دول المغرب العربي وكلها ستشارك في اجتماعنا غدا. اللي كان يقلقني أنه لم تكن هنالك عندي أنا على الأقل كمواطن، وأنا لست صانع قرار، أنا مواطن، كمواطن لم تكن عندي رؤية لما يجري من تحضير لدخول عالم المعرفة. أتيح لي الفرصة أن أطلع وأعرف ما يقوم به صانعو القرار في كل الوطن العربي، مما جعلني أشعر بكثير من التفاؤل. لما نجي نحكي عن موضوع التعليم مثلا، موضوع أنا الآن انتخبت في الأمم المتحدة كرئيس لفريق العمل الدولي لما يسمى القدرة البشرية وبناء القدرات، Human Resources and Capacity Building Working Group. هذا الفريق عندما انتخبت لهذا المركز شو كان شعورك؟ والله كان شعوري يعني كيف وكيف استقبل من قبل الكوميتي الموجود. هذا يعني شيء لطيف جدا أن تسألني هذا السؤال، لأنه الحدث كما قلت لك كان مفروض يكون في اجتماعنا في 14 سبتمبر، وأجل بسبب الأحداث إلى 21 نوفمبر، وبالتالي كانت موضوع أحداث نيويورك والإرهاب العربي والإرهاب الإسلامي حاضر في ذهن كل العالم. نعم. وفي كل الوجوه، وكل واحد يلقي كلمته ويؤيد ويدين الإرهاب والآخره. فكانت والحقيقة أني أنا ترددت في أن أقبل الترشيح، لأنه عندما بلغتني أمانة الأمم المتحدة أنه في هنالك رغبة بترشيحي، حاولت أن أتجنب الموضوع بهذاك الجو. ولكن عندما رشحت وانتخبت بالإشباع للمكتب التنفيذي وكرئيس لفريق العمل للموارد البشرية وبناء القدرات في قطاع تقنية المعلومات على مستوى العالم، شعرت باعتزاز وبراحة كإنسان من هذه المنطقة، وشكرتهم. والحقيقة يمكن كما لفتوا نظري إلى المسؤولين في الأمم المتحدة، أنه يمكن الوحيد اللي لما نتكلم استقبل كلمته بالتصفيق، لأني تكلمت أقل من دقيقة. قلت أنا في هذه الظروف المؤلمة اللي مرت ب 11 سبتمبر، وفي هذا الجو المفعم بالمشاعر، أنا سعيد وممنون ومدين لكم بكثير من الشكر لأنكم انتخبتوني، علما بإني أردني فلسطيني عربي مسلم وبس. فكانت ردا على أننا نحن هذه الأمة، سواء تكلمت كمسلم أو كعربي أو كأردني أو كفلسطيني، أنت تحترم وفي منصب دولي وفي منصب تقني. يعني الانتخاب لم يكن انتخاب سياسي وليس لصفة سياسية. أنا مع الأسف يعني لا أستطيع أن أدعي أنه لي أي صفة من أي نوع، لا في أي بلد في الدنيا ما لي صفة سياسية. فكان انتخاب تقني، والانتخاب التقني أن يأتي لإنسان وبصفته إنسان عربي مسلم أردني فلسطيني الأصل، صاحب مجموعة من القضايا، وهي كل الجهات المتهمة. نعم. يعني هذه هي الجهات التي عليها الهجوم، ويأتي هذا التكريم للصفة وليس لطلال أبو غزالة. يعني أنا أنا عمري ما نظرت إلى نفسي بأني شخص، أنا فقط أنا أعتز بعروبتي، أعتز بانتمائي إلى هذا الوطن العظيم.